السؤال بعد هذا، سائلة كريمة تقول: هل يجوز لي أن أمتنع عن أخذ تطعيم كورونا وأعمل الشهادة بتاعته مقابل دفع مبلغ من المال؟ والعلة أن الدكاترة قالوا أنه يربك عملية التبويض عند المرأة، وأنا داخل على زواج وأخطط للحمل في بداية الزواج، والجامعة مش هتدخلني إذا لم أخذ اللقاح. يا بنيتي، هذا مما تتزاحم فيه المصالح والمفاسد، لكن لا أرى لك أن تكذبي في أوراق رسمية وأن تدفعي مبالغ من المال مقابل تزوير في أوراق رسمية. هذا ليس من المناسب يا بنيتي. اجتهدي في أن تحل المسألة بطريق آخر. يمكن أن تراجعي الأطباء في مدى دقة هذه المعلومة، لأن الطب كالفقه والأطباء كالفقهاء وخلاف الأطباء كخلاف الفقهاء. خذ رأي تاني وثالث ورابع، ربما يكون هذا الكلام الذي قيل لك غير دقيق يا بنيتي، ولا أحب لك في الجملة أن تدفعي مالا مقابل تزوير في أوراق رسمية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ قدر الله بشيء قدر.